حياكم الله وأهلا وسهلا فيكم. وما زلنا مع مها وعبد الله، اليوم بيتعلمون استراتيجية مهمة اللي هي استراتيجية التعبير عن الأحلام المشتركة من خلال خلق جو مشجع للطرفين يعبرون فيه عن أحلامهم وتطلعاتهم. وكمان في جزئية جدا مهمة اللي هي الأهداف، بحيث أنهم يشاركون بعض أهدافهم الشخصية. وننتقل كمان إلى الأهداف الأهم اللي هي أهداف الأسرة، كيف شايفين الأسرة بعد فترة من خلال أنهم يحددون لهم وقت يتناقشون فيه عن أهمية هذه الأهداف للأسرة. نتذكر دائماً أن الثقة بين الشريكين جداً مهمة، وأن كل شريك يتصرف لمصلحة الآخر. آخر استراتيجية حبت المعالجة أنها تدربهم عليها وهي المعنى المشترك. طيب كيف إحنا نكون معنى مشترك بين الزوجين؟ من خلال الكشف عن القيم التي لها معنى مشترك بالنسبة لهم، وأيضاً الأهداف اللي حابين يحققونها للمجتمع من خلال دور هذه الأسرة في المجتمع. نتذكر الأسرة التي لها أهداف سامية غير قابلة للكسر. وبكذا نكون كوننا 7 استراتيجيات مهمة في حياة الزوجين مها وعبد الله، وحياكم الله في حلقة جديدة من مرافق أسرية.